قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة بزيارة ميدانية إلى الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية حيث اطلع سعادته على تفاصيل الحديقة الجديدة المقرر إنشاؤها في مجمع 551 في منطقة القرية والتي ستقام على مساحة 3300 متر مربع ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات كما اطلع سعاده الوزير على خطه التشجير بالمحافظه الشماليه والتي تشمل التشجير في 12 موقعا سيتم خلالها زراعه اكثر من 4500 شجره حيث اكد الوزير مضي الوزاره بتنفيذ حزمه من المشاريع الخدميه كالحدائق والمماشي في مختلف مناطق المملكه وذلك بما يلبي تطلعات المواطنين والاهالي.